لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. لسه مع حضراتكم مكملين زيارتنا لمعرض برنت توباك. ده المعرض الخاص بصناعات شديده الاهميه، هي صناعات الورق والكرتون وكل مواد التعبئه والتغليف وايضا الورق الصحي. بيشارك في هذا المعرض 138 شركه مصريه، ده بخلاف 112 شركه عالميه في حوالي 12 جناح دولي. معرض شديد الأهمية ويمتلئ بالفرص الواعدة. خليكم معانا عشان نكمل زيارة بدأناها في معرض برنت توباك. تشاهدون في حلقة الجمعة فريق الجدعان يلتقي السيدة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والتي تكشف ضوابط جائزة الابتكار الصناعي للعام 2023 ونتائج برنامج ازدهار 1 وازدهار 2 الذي شاركت بهما نحو 26 شركة مصرية بهدف تطوير منتجاتها ومساعدتها في تصديرها للخارج. فريق الجدعان يلتقي المهندس الكيميائي محمد جمال السعودي الرئيس التنفيذي لمصانع السعودي للورق وتتضمن 4 خطوط إنتاجية لتدوير الكرتون والورق وتحويلها إلى ورق الفلوت والتست لاينر والوايت توب بطاقة 145,000 طن سنوياً. فريق الجدعان يلتقي أحمد العربي مؤسس مصنع العربي باك لإنتاج العبوات البلاستيكية حيث يمتلك ماكينة ثيرموفورمينج واحدة ويصنع بها 14 منتج من البلاستيك لتعبئة المواد الغذائية. فريق الجدعان يلتقي أحمد العدوي العضو المنتدب لشركة العدوي باك لمنتجات التعبئة والتغليف والذي يصمم وينفذ أشهر عبوات ورق الفليكس الفاخر للمواد الغذائية لكبرى الشركات في مصر والوطن العربي. فريق الجدعان يرصد نجاح آل العياط في تصميم وتصنيع نحو 300 منتج من الهدايا القيمة للشركات والمؤسسات والبنوك وتسويقها في الإمارات والسعودية ومصر وعمان على مدى 20 عاماً. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي أحمد العدوي العضو المنتدب لشركة العدوي باك لمنتجات التعبئة والتغليف والذي يصمم وينفذ أشهر عبوات ورق الفليكس الفاخر للمواد الغذائية لكبرى الشركات في مصر والوطن العربي. فريق الجدعان يلتقي المهندس الكيميائي محمد جمال السعودي الرئيس التنفيذي لمصانع السعودي للورق وتتضمن 4 خطوط إنتاجية لتدوير الكرتون والورق وتحويلها إلى ورق الفلوت والتست لاينر والوايت توب بطاقة 145,000 طن سنوياً. برنت توباك أضخم معرض في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لصناعات الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف والطباعة، وهدفنا في برنامج الجدعان من زيارته إن حضراتكم تتعرفوا على حجم الصناعات دي في مصر وتحديد الفرص الواعدة في كل صناعة وإزاي نوفر خطوط الإنتاج وإيه هي الصناعات المغذية المطلوبة لخدمة صناعات الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف والطباعة. وخلي بال حضراتكم صناعة الورق والكرتون زي ما بنأكد دايما هي الأخطر على الإطلاق في مصر والعالم، لأن مفيش منتج مش محتاج الكرتون ومواد التعبئة والتغليف، وفي أوقات كتير بتكون هي السبب الرئيسي في بيع المنتج اللي جواها.
تعالوا النهاردة ندخل عالم التعبئة والتغليف من خلال شركة مصرية عملاقة وليها اسمها بجد العدوي باك لمواد التعبئة والتغليف والأكياس البلاستيك والورق والقماش، وهي بالمناسبة استثمار عائلي لآل العدوي في الدقهلية، وبيشتغلوا بخبرة 50 سنة ويمكن أكتر، والجيل الثاني بيضم المهندس محمد العدوي وهو المسؤول عن إدارة المصانع، وأحمد العدوي اللي تفرغ تماما للتطوير وتجهيز المصنع الجديد في العاشر من رمضان بأحدث معدات على الإطلاق لإنتاج مهمات التعبئة والتغليف لجميع المنتجات. وبالمناسبة هم نجحوا في الفوز بثقة شركات كبرى محلية ودولية، وبيصمموا وينتجوا كل احتياجاتها. دلوقتي هنقابل أحمد العدوي العضو المنتدب لشركة العدوي باك لمواد التعبئة والتغليف، واللي نجح في إنشاء شركة مهمتها الابتكار في مهمات التعبئة والتغليف للشركات المحلية والعالمية. خليني أعرف معاك في البداية، مجموعة العدوي بدأت إمتى؟ نعرف إن هو آل العدوي، صح كده؟ يعني فاميلي بيزنس، احكي لنا الحكايه. هو الفاميلي بيزنس اصلا بدا في السبعينات، تمام؟ ده كان الوالد الحاج صلاح العدوي والحاج منصور العدوي الله يرحمه، الحاج صلاح العدوي الله يرحمه، كانوا هم مع بعض قبل ال 85، ثم سنه 85 انفصلوا. فمن سنه 85 دي كانت البدايه بتاعت مجموعه العدوي اللي هي مصانع العدوي اللي قدام حضرتك بالظبط، العدوي باك. ابتدت من 85، ثم بقى في تجديد اكتر سنه 2001، ثم بعد كده الجيل الثاني بقى حضرتك والمهندس محمد العدوي اخوك، صح كده؟ احنا اللي واخدين المجموعه بنطير كبيره، تمام. القصه ابتدت بقى في التفكير ان انت مش هتشتغل في البلاستيك بس، لا انا عايز اخش في المواد الغذائيه والتعبئه بتاعتها، لا انا عايز ادخل في القطاعات الجديده، لان القطاع بتاع البلاستيك والطباعه ده بحر كبير جدا طبعا، كل يوم في تطوير. انت لو في معرض فاتك في العالم فاتك كتير قوي، ده اكيد في القطاع بتاعك، ده اكيد، تمام، ده اكيد. فمهتمين جدا بالجديد، بنروح معارض بنشوف ايه الجديد بره، بالتحديد مع اوروبا، بالتحديد لان هم اكتر ناس بيسبورتوا الحته دي جدا، ودايما عندهم ابديتنج في الموضوع. الهنود متهيألي من افضل الناس اللي بتعمل الورق بتاعكم، الرولات بتاعك كتصنيع الرول نفسه، صح كده؟ تصنيع الرول وهنا نفسه. في مصنع ضخم جدا في مصر، فيليكس باك موجود هنا، احنا برضو من العملاء بتوعه، وفي ايكوباك مثلا موجود برضو هنا في مصر. دي لان الكيس بتاع الشيبسي ده بيكون كذا لير، منهم اللير اللي هو الاو بي بي او البوليستر، لو انا هعمل مثلا كيس 3 لايرز زي الكيس بتاع البن، فبيبقى في لير منهم زي لير بوليستر، دي برضو ده بتعمل عند فليكس باك، او ممكن استورده من بره على حسب. انت تعبي اي حاجه؟ انا هنعبي اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه، مش احنا اللي بنعبي، احنا بنعمل المنتج اللي هو اللي هيتعبى فيه. انا جالك بالمنتج وانت تفكر معايا يتحط فكر معاك، وممكن نوصل للكرتون، اديك صح؟ كل السوليوشنز كلها. الكرتون يعني لو فاست فود زي مثلا الكلام ده، ده قطاع جديد عندنا، ده قطاع جديد عندنا جديد، من خلال تفوز بالناس دي، برافو عليك، من خلال العدوي باك ومن خلال شركه عدوي جروب. ثانية واحدة، انت فصلت التصميم للعبوة خالص عن الصناعه، مظبوط، برافو عليك، مظبوط. حلو، في مشكله في الصناعه بتاعت صناعه الطباعه نفسها، مشكله المصنع نفسه، هو بيكون موجود عنده ديزاينرز بس هما بيبقوا فاينلايزرز اللي هو منفذ الطباعه، فهو مش كرياتيف ديزاين. فانا النهارده عشان انا اعمل منتج بالتحديد، انا السيجمنتس بتاعتي دايما اللوكال سواء صغير او كبير، وبالتحديد اكتر حد بحب اشتغل معاه الستارت اب. اول ما يستارت بحب نستارت معاه من اول اختيار الاسم واختيار اللوجو والديزاين والباكج ديزاين والايدنتي كامله بتاعت البراند كله، لان كل ده هو اللي بيبيعه قبل المنتج بتاعي، وهو ده اللي بيبيع المنتج بتاعه اللي هو محطوط جوه الكيس او جوه الشنطه او جوه. بالك من حاجه، اكيد الشركه بتاعت الديزاينر او المصممين للتعبئه والتغليف لاي منتج فاهمين الصناعه، فاهم قدرات الصناعه المصريه ايه. هي دي بقى دي النقطه بقى المحوريه اللي انا بكلم حضرتك فيها، مش يحلم ويعمل لي شكل اللي هو عامل ازاي. دي الحته اللي انا دايما كنت من سنه 2000 بحلها، ان انا اخلي الكرييتيف ديزاينر يكون فاهم طباعه، فاهم تغليف، فاهم خامات، لان بيحصل ويست اوف تايم كبير جدا. كمثال، بيجي عميل جايب ديزاين من شركه بتاع مواد غذائيه، كيس رز، فلازم الكيس ده يتطبع روتو، دي طباعه معينه. انت عندك البلاستيك بيكون عندنا اربع مستويات للطباعه، في عندنا اول مستوى اللي هو الفليكسو، بعد كده الفليكسو ستاك، بعد كده الفليكسو سنتر درام اتش دي، بعد كده الروتو. فبيجي العميل عشان ينفذ الكيس عندنا او ينفذ الرولات لو هو عنده تعبئه وتغليف الي، لان احنا عندنا قطعين من الاكياس والباكنج، عندنا نصف أو الي يدوي. ويدوي، تمام. عندنا الي ويدوي، تمام. بمعنى العميل لو عنده مكان تعبئه الي، فانا بديله الحاجه بتاعته رول،
لان هو تعبيه يدي. لو يدوي عنده مكان حراري بيقفل بديله كيس متقفل جاهز اكنه بالظبط متقفل على مكان فولو باك بلس ان في قطاعات وانا اسف لحضرتك في قطاعات اصلا ما ينفعش تعبي غير يدوي زي ايه زي الملوخيه بتبقى مخاطيه كده ما ينفعش تتعبى ملهاش مكان ان هي تتعبى آلي لكن في حاجات بتتعبى آلي عادي اما اي حاجه ممكن تتعبى آلي سواء بقى فروزن سواء بقوليات سواء ايس كريم في حاجات اللي هي التعبئه بتاعتها بتبقى آلي كلها انت دخلت في كل القطاعات انا شايف عندك كونو هو احنا ده امتى ده انا اول مره اعرف الكلام ده قطاع جديد الحمد لله بفضل ربنا دخلنا بنعمل القرطاس ده الورق القرطاس القرطاس الورق بتاع الكونو بتاع الايس كريم ودخلت معاك شركات مصريه من اللي الحمد بتصنع الحمد لله بفضل ربنا يعني لسه واخدين اوردر من يومين من جولد ستون برافو الحمد لله بفضل ربنا هاني شاكر الناس دي حلوين قوي شباب زي الورق جدا وشكلهم انا بحب الايس كريم بتاعهم جدا ايه تاني قطاعات الجديده اللي انت بتاع البلاستيك والطباعه والورق ده بيخش في كل القطاعات سواء اكل شرب ملابس يعني انا عندي قطاع الملابس انا بعمل لهم الشنطه بلاستيك بعمل لهم الشنطه نون ووفنج اللي هي القماش بيسموها قماش بس هي اسمها نون ووفنج باج بعمل لهم والورق كمان الكرافت باج ده بس ده جوه المصنع تبع شركه عدوي جروب لان انا بالنسبه لي هو تطوير المشروع نفسه لان العميل بتاعي جوه عدوي جروب كفكرا ما ابتدينا سنه 2000 التارجت بتاعي والفيجن ان انا اكريت للعميل ازاي ان انا اعمل له بوش للبيزنس بتاعه جدع فالبوش بتاعه ببتدي اصلا اساسا من اول اختيار الديزاين بتاعه اختيار اللوجو بتاعه ان هو يكون ديزاين فعلا كرييتيف فعلا بيتارجت السيجمنت اللي هو بيتارجتها فعلا هو شغال على التارجت اودينس اللي هو عايزها كمان ان الديزاين نفسه بتاع الكيس او الشنطه او كده يكون كرييتيف كاتشي ان هو فعلا يبيع المنتج فده نقطه مهمه زي الكيس المجنون ده اللي انت عامله ده ده من الشنط من الشنطه بتاع محل ملابس عندي في المنصوره من اللي انا بعتز بيها جدا احنا قعدنا نشتغل على الديزاين ده 3 شهور ده ايه الفكره جت في دماغه يعني الفكره جت ان هو حد صديقي عنده محل ملابس في المنصوره فطلب ان هو يعمل شنطه بلاستيك واحنا كنا لسه جايبين ماشين جديده اللي هي الفليكسو ستاك ودي بتطبع اقدر اطبع عليها 6 لون بلس ان انا اقدر اعمل حاجات فيها صور فالفكره جت من هنا لا احنا عايزين نجرب الماشين قلت له الكاركتر المجنون ده منين ده اترسم اترسم رسامه رسمته من المنصوره رسامه معروفه جدا في المنصوره رسمته بالفحم وبعد كده بالرصاص بعد كده خدناه رسمناه ديجيتال ده مجهود عظيم موضوع كبير. طبعا فجت الفكره ان هو المحل اسمه باتسو ده بالايطالي يعني مجنون فانا لازم اعمل حاجه مجنونه عملت له المجنون هو دي هي دي النقطه ان ساعات حضرتك تروح مثلا بزنس انت شايف عندك كمان الوحش سيد حسين طبعا ابو السيد طبعا حاج سيد تعمل له كيس فسيخ تصدير وما اصعب تعبئه هذا النوع من مظبوط. الاكل صح ولا لا للتصدير وكمان للتصدير لان يعني ممكن المنتج ده لما يوصل يبوظ حافظت عليها ازاي دي بقى النيو هاو يعني انا شايف حتى سمكه الكيس مختلفه عن الكيس العادي مظبوط تعمل له كيس حتى ما حدش يعرف يقطعه بيه ده لازم مقص يقطع مظبوط لا الحاج سيد من الشخصيات انا بحبها جدا وطبعا شفته مع حضرتك من عظماء صناعه السمك ومصنع تصنيع الاسماك وشفته مع حضرتك طبعا في البرنامج طبعا وانا على المستوى الشخصي لا مفيش جدع ما جاش في الجدعين خلينا واضحين انا مبسوط جدا بالصناعه بتاعتك وفكرك وان انت داخل تطور بس عايز اعرف منك لما احنا وصلنا كده بمصنع واحد في المنصوره المصنع الجديد اللي في العاشر من رمضان رايح بينا على فين قول لي عاملين مصنع باذن الله في احدث الماشينز اللي موجوده في الشرق الاوسط بلس ان هو هيكون هايجين وهيبقى في ايزو هينتج ايه؟ قول لنا هينتج ايه؟ ابو وات عامل ازاي؟ الطاقه قد ايه؟ الطاقه القديمه بتاعتنا وصلنا الحمد لله 250 طن في الشهر طب والجديد؟ الجديد ان شاء الله باذن الله هيستارت ب 500 طن ما شاء الله في الشهر بعد كده باذن الله ان شاء الله في 3 سنين احنا متوقعين ان شاء الله باذن الله نوصل ل 1200 طن السوق المحلي يستوعب الكلام ده؟ يستوعب يعني عامل دراسه بتقول ان انا بايع يستوعب بس انا شغال على التصدير اكتر وشغالين مع المصانع اللي حابه تصدر ان انا اكرييت الديزاين والباكينج الصح حسب مواصفات الدولة اللي رايح لها طب انت بدات تصدير المنتج بتاعك يعني مواد التعبئه والتغليف دي صدرتها الحمد لله صدرت فين بقى رحت فين صدرت ليبيا صدرت السعوديه صدرت شغل الكويت ان شاء الله باذن الله في خلال شهور بالظبط عديده ان شاء الله رايحين لبنان جدع الحمد لله كنت في لبنان وعملنا لبنان دي شهاده خباك ان هم بيفهموا قوي في التعبئه والتغليف لا 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 الناس دي كويسه جدا وعندهم شغل كتير على فكره وفي مصانع هناك تصديريه شغاله والحمد لله عملنا شغل كويس هناك متوقعين ان شاء الله 6 دول كمان نرجع تاني للورق والمقصود هنا الورق الفلوت والوايت توب الابيض والتست لاينر الخاص بصناعه الكرتون سواء السنجل يعني 3 طبقات او الدبل يعني 5 طبقات من الورق ده هنقابل المهندس الكيميائي محمد جمال السعودي الرئيس التنفيذي لشركه السعودي للورق واللي بتمتلك 4 خطوط
إيطالي وألماني في مصنعين، الأول إيجي بيبر في الخنكة والتاني كارتا مصر في 6 أكتوبر، وطاقتهم 145 ألف طن من الورق سنوياً، يعني طاقة مهولة فعلاً. وبالمناسبة المهندس محمد جمال السعودي متخصص في صناعة الورق من أول 100 جرام لغاية 170 جرام من تدوير الورق والكرتون بنسبة 100%، وبيصدر لغاية 25% من إنتاجه للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وبيستهدف حالياً المنافسة في السوق الأوروبي. إحنا عندنا أكبر مصانع ورق الكرتون، صح كده؟ الحمد لله. طاقتنا 145 ألف طن، كيان محترم جدا. أفهم بقى الكيان ده نشأ إمتى؟ إنتاجنا بيروح فين؟ نجحنا في التصدير ولا لأ؟ احكي لنا الحكاية. الكيان بدأ سنة 2007 بمكنة واحدة كانت إنتاجها. قبلها كنا شغالين في قطاعات إيه؟ قبلها كنا في صناعة السيراميك والأدوات الصحية. في 2007 قرر السيد جمال سعودي الوالد ان هو يعمل شيفت كارير ويغير اتجاه لصناعه الورق لمنتجات الكرتون. ليه بقى؟ فكره التدوير المنتجات والمساعده البيئه في التخلص من جزء كبير من الويست اللي ممكن ينتج منه بضاعه او منتج ذو قيمه وذو اهميه، ويسد فراغ كبير كان موجود في الوقت ده باستيراد الورق من الخارج لصناعة الكرتون. يعني والتغليل. الفترة دي كانت وزارة البيئة مثلا في ظهركم، يلا نعمل مصانع عشان ندور الكرتون الموجود، نمنع حرقه. صح. كان بيتحرق زمان، كان بيتحرق، وكنا بنستورد بالعملة الصعبة. صحيح. من الخارج عشان الباكجينج ده، يعني التعبئة والتغليف دي صناعة قديمة جدا وأساسية ومرتبطة بكل الصناعات، مرتبطة بجميع الصناعات. تمام. كانت الصناعة دي الأول متوطدة في اسكندرية، وكانت شركة راكتا، وكانت طبعا شركة راكتا من أول الشركات، شركة حكومة. ففي الفترة دي كانت القرار حكيم إن إحنا ندخل صناعة الورق بأول مكنة. بعدين النهاردة الحمد لله وصلنا 4 مكنات. كان في الوقت ده كنا بننتج حوالي 25 ألف طن في السنة، النهاردة الحمد لله وصلنا 145 ألف طن بأربع مكنات في موقعين، مصنع في الخنكة في الأليوبية، ومصنع في كارتا مصر في 6 أكتوبر في المنطقة الصناعية الثالثة. ناس كتير ما تعرفش قصة صناعة الورق في مصر، فدي وراها شغل كتير ومجهود ناس كتير قوي عشان توصل الكراتين ونقدر ننافس. والنهاردة نصدر الورق منتج محلي مصري 100% لكل دول العالم، وتوفير عملة صعبة. صدرت لفين؟ بنصدر كل المينا ريجن، السعودية، لبنان، سوريا، اليمن، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب. خرجت برا الوطن العربي؟ وصلنا لأفريقيا الحمد لله، السودان، مدغشقر، ولاتين أمريكا، والبرازيل كمان. إحنا نقدر ننافس بالورق اللي بنصنعه هنا، إن إحنا نصدره عشان نصنعه منه كرتون؟ يعني عندنا أرخص مثلا من أوروبا اللي عندها الأشجار نفسها؟ أوروبا تحدي كبير عشان وجود الأشجار، وطبعاً مفيش وجود أشجار في مصر، ده خالق لينا تحدي. بس إحنا بالتكنولوجيا بنحاول نكتسب تكنولوجيا متطورة عشان نقدر نستخدم الخامات المعاد تدويرها، ونكتسب خامات عالية الجودة عشان نقدر ننافس ونعمل الورق اللي بيتعمل في أوروبا، ويبقى تكلفتنا أحسن من أوروبا. الصناعة دي ممكن تجذب استثمارات من أوروبا؟ طبعاً. طب إيه الشروط؟ قول لي بقى كده، أنت راجل في الصناعة وعايز أعرف منك إزاي نجذب استثمارات أوروبية لصناعة الورق في مصر كبديل للمصانع اللي بتقفل في أوروبا؟ طبعاً إحنا عندنا يعني ميزة كبيرة جداً تنافسية، سعر الطاقة. إحنا سعر الطاقة عندنا أرخص من موجود النهاردة في أوروبا، كان الكهرباء ولا الغاز. وطبعاً مصانع الورق فيها استهلاك عالي جداً للطاقة، وكمان في بقى في عمالة مدربة، بس محتاجين التعليم يشارك الصناع والصناعة في رفع المفهوم صناعة الورق عند الخريجين والمهندسين المتخرجين من الجامعات، عشان نخلق جيل جديد انه يقدر يقوم بالصناعة دي. التحديات اللي بتواجهنا في الصناعة دي ايه؟ التحديات يعني اللي بتواجهنا لغاية دلوقتي مش شايف غير ممكن بعض الخامات جزء من الخامات المستوردة، تحدي اللي هي كبير، بسيطة قوي اللي هي 10-15%، تحدي كبير مع الصرف الصناعي، لأن طبعاً صناعة الورق بتستهلك جزء مية كتير جداً، وبالتالي كمية الصرف اللي خارجة من مصانع الورق كمية ضخمة،
فلازم المعالجات اللي تتم على الصرف اللي خارج من مصنع الورق مكلفة جدا وتكنولوجيا عالية جدا. احنا بنحاول نعمل ورش عمل مع شركات معالجة المية عشان نوصل لحلول مثالية لحل أزمة الصرف مصانع الورق. المية الخارجة دي فيها مواد كيماوية ممكن تكون سامة؟ المواد لا ما فيهاش مواد سامة بس فيها مواد عالقة وفيها بيقلل الأكسجين الحيوي البي او دي والسي او دي اللي هو يعني مش المادة السوداء مثلا اللي بتطلع من مصنع ركتة وفضلت سنين تترمي في البحر. لا لا ده لان احنا طبعا ريسايكلينج بس طبعا عشان احنا بنستخدم ويست بيبر ورق معاد تدويره فطبعا فيها بعض الاورجانيك ماتيريالز. عمرك ما فكرت وانت صاحب اكبر مصانع في مصر لانتاج الورق انك تحط منظومه مثلا لمدينه اللي هيسلمني كرتون هياخد مثلا قرش على الكرتونه هياخد 10 صاغ على الكرتونه بحيث انك تضمن من المصدر. انت بتقول دلوقتي مشكلتنا الفرز من المنبع. انا مستهلك بقول لك لو اديتني قلت لي هحاسبك على سعر الكرتونه هحطها لك فوق دماغي لغايه لما اجيبها لك. صح دي صح حاجة. ولا لا دي انظمه اوروبا على فكره بيبقى واقف بعربيه مرسيدس ونازل عشان سنت وسنتين على الازازه صح اللي بيحطها في التدوير. بالفعل الانظمه دي موجوده في العالم كله وده انا شايف ان دي المستقبل بتاعه صناعه الورق ان احنا لازم نرفع الوعي عند الناس كلها. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي أحمد العربي مؤسس مصنع العربي باك لإنتاج العبوات البلاستيكية حيث يمتلك ماكينة ثيرموفورمينج واحدة ويصنع بها 14 منتج من البلاستيك لتعبئة المواد الغذائية. فريق الجدعان يرصد نجاح آل العياط في تصميم وتصنيع نحو 300 منتج من الهدايا القيمة للشركات والمؤسسات والبنوك وتسويقها في الإمارات والسعودية ومصر وعمان على مدى 20 عاماً. فريق الجدعان يلتقي السيدة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والتي تكشف ضوابط جائزة الابتكار الصناعي للعام 2023 ونتائج برنامج ازدهار 1 وازدهار 2 الذي شاركت بهما نحو 26 شركة مصرية بهدف تطوير منتجاتها ومساعدتها في تصديرها للخارج. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي أحمد العربي مؤسس مصنع العربي باك لإنتاج العبوات البلاستيكية حيث يمتلك ماكينة ثيرموفورمينج واحدة ويصنع بها 14 منتج من البلاستيك لتعبئة المواد الغذائية. فريق الجدعان يرصد نجاح آل العياط في تصميم وتصنيع نحو 300 منتج من الهدايا القيمة للشركات والمؤسسات والبنوك وتسويقها في الإمارات والسعودية ومصر وعمان على مدى 20 عاماً. فريق الجدعان يلتقي السيدة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والتي تكشف ضوابط جائزة الابتكار الصناعي للعام 2023 ونتائج برنامج ازدهار 1 وازدهار 2 الذي شاركت بهما نحو 26 شركة مصرية بهدف تطوير منتجاتها ومساعدتها في تصديرها للخارج. لسه مع حضراتكم في معرض برينتو باك أضخم معرض في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لصناعات الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف والطباعة واللي بتشارك فيه 138 شركة مصرية وحوالي 112 شركة عالمية. وبالمناسبة دايماً في المعارض بندور على قصص النجاح الفريدة من نوعها اللي تدينا الأمل وتفرحنا وبنحاول نقدم خبرات النماذج المضيئة دي لحضراتكم. مين عارف يمكن كلمة تتقال تفتح أبواب كتير كانت مقفولة وتلفت انتباهنا لفرص ما كناش شايفينها.
دلوقتي هنقابل أحمد العربي صاحب شركة العربي باك، نموذج يفرح فعلاً، مش بيمتلك غير ماكينة سيرمو فورمينج واحدة بس، ورغم كده بينتج منها 14 منتج لتعبئة المواد الغذائية، وبالمناسبة هو مشهور جداً بمقاسات العلب المربعة البلاستيك. وطبعاً كل علبة أو منتج يعني استنباط بفلوس كتير قوي، بتحولها ماكينة السيرمو فورمينج لمنتج شاب هايل وبدأ التصدير كمان. ركزوا معاه. افهم بقى من ساعتين ونص ايه اللي دخلك الشغلانه دي وعملت ايه وعرفت الكلام ده كله منين؟ هو البدايه كانت من 2001، انا اتخرجت من كليه التربيه جامعه عين شمس اللغه العربيه، تعينت في الحكومه 2004، بعدها بحوالي 6 سنين استقلت. ما حسيتش بنفسك؟ استقلت من الحكومه خالص، قدمت استقالتي وكان اخواتي عندهم يعني حتى ما خدتش اجازه قلت اجرب. لا عملت بالفعل، لا عملت بالفعل كده. قبلها جربت سنه كده مع اخواتي وبعد كده خدت اجازات. اخواتك في مجال ايه؟ اخواتي احنا في الديكورات، عندنا مصنع في شبرا الخيمه. انا بدات معاهم من 2010 قبل الثوره بحوالي 6 شهور كده. بعد بالظبط 4-5 شهور أسست مصنع صغير كنت بعمل فيه منتج في الديكورات كده، حاجة بسيطة يعني. عملت بعدها بحوالي 2-3 سنين مصنع تاني بتاع كورنيش سقف، عملنا بنصنع بلاطات اللي هي الفوم، بدأنا نعمل كورنيشة. أخويا بصراحة بتاعت المكاتب وكلام من ده. أخويا زودنا الاستنباط، جبنا استنباط من الصين، بقينا نستورد الخامة بتاعتنا من الصين. الحمد لله بقى في مصنع ما شاء الله يعني في فوق ال 130 اسطمبه ما شاء الله، بنصدر الحمد لله في السعوديه كتير جدا، عندنا كذا عميل، ودينا العراق، ودينا اليمن، ودينا الاردن. من 2016 وانا نفسي افتح المصنع ده، فجيت في فتره الكورونا كده ربنا كرمني بيرشين، قلت لاخواتي انا هكمل في المجال بتاع سيرمو فورمينج. بدات بمكنه صيني، مكنه عامله حوالي 100,000 دولار، لكن كترت في الاستنباط، عملت كتير جدا، تطلع لها اللي انت عايزه. عملت ما شاء الله الاستنباط، العلب المربعه دي متميزين بيها الحمد لله. لا مش متميزين، خلي بالك انت معروف بالعلبه المربعه دي فعلا، خلي بالك. الحمد لله العلبه دي في اماكن مشهوره جدا يعني، لو ينفع نقول اسمائها يعني. يعني موجوده في جورمي، في موجوده في لولو ماركت، كان جورمي كان الناس بتستوردها من بره، والمالكي بياخدها منك، كانوا بيجيبوا والمالكي لا الحمد لله في عندنا كمان العلبه دي في كارفور. يعني بحط في العلبه الكبيره دي فروت سلطه، موجوده في عند اولاد رجب بيحط فيها مكسرات جدع. وكتير من البراندات المشهوره الحمد لله، مبانا وزيتون فندام صوصات كمان تعمل وعاملين علب صوصات علب عندنا، وعندنا كمان حاجه صغيره قوي 1 أونز كده، دي برضو مميزين بيها. عندنا ريزو. اقول لك معلومه، انت الناس اللي معاك عماله جدعان، لان انت عشان كل شويه تفك اسطمبه وتركب اسطمبه. والله انا عندي شباب يعني الله يكون في عونهم، بمعدل كل 2-3 يومين لازم نغير اسطمبه. طبعا تغيير الاسطمبه عندنا ممكن ياخد يخش في 6 ساعات. سوقت ازاي؟ والله يعني كان بدايه عندي، اشتغلت في الاول على تجار الجمله، ما اقتنعوش بالمنتجات يعني، قالوا لي ايه هنحط ايه في العلب دي، فقلت لهم العلب دي معروفه جدا في السعوديه ومعروفه جدا في الامارات وليها سوق كويس في السوبر ماركتات، في محلات الالبان الحلويات. لكن الحمد لله نجحنا ان احنا بشركات التوريدات بداوا يخشوا الهايبرات الكبيره. وقفت معاهم، اديتهم اجل، دعمتهم بصراحه، والناس وقفوا برضو معايا لان عجبهم ومقتنعين بالمنتج. المنتج الحمد لله دلوقتي بنصدره كمان ما شاء الله عليك. وصلت فين بقى؟ وصلت غزه الحمد لله، طلعت السودان، عندنا برضو الحمد لله عملاء بإذن الله في الضفة الغربية كمان. مصنعك فين؟ مصنعي في العبور. في العبور؟ واخدين عندك مصنع... أي مشاكل؟ لا تاخد إيجار طبعا. إيجار بتخطط لإيه؟ والله إن شاء الله المكان خلاص كده قدمت الشغلانة وعارف يعني اسطمبة والدلالة معروفة وسوقك معروف. الحمد لله وليه زباين، وبإذن الله عايزين نجيب المكنة التانية قريب إن شاء الله، وبإذن الله إحنا بنسحب الشيط. عندي كذا مصنع، عندنا مصنع مدى في برج العرب، بسحب عندي الشيت بتاع البي تي، الشيت نفسه اللي بشكله عندي على المكنه بسحبه في كذا مصنع يعني. يعني مش انت اللي بتصنعه؟ لا يعني انت جبت مكنه سيرمو فورمينج وبتجيب الشيت من بره؟ خط السحب غالي جدا، ممكن يخش مثلا في 300,000 دولار. اللي هيخليني اجيب خط سحب، لا هجيب الاول مكنه تانية عشان ابدا اخف شويه على الصناعيين، نقدر ننمي انتاجيات. خط السحب ده هيوفر لك كتير؟ هيوفر كتير جدا، انا بدفع مئات الالاف في الشهر الواحد
بره عند في صاحب الشتات طبعا. دي المكنه يا جماعه اللي هي بتحط فيها مكنه البي تي الحبيبات نفسها وتتحول لشيت كده بعد كده اشكله في مكنه السيرفوفورم. صح 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 كده ما شاء الله عليك. من الاجنحه اللي كانت مفاجاه حقيقيه في معرض برينت تو باك الخاص بشركه ايفنت جيفت لهدايا المناسبات اللي بتقدمها كل الشركات والبنوك والمؤسسات لعملائها زي بداية السنة الجديدة والأعياد وغيرها أو لتكريم الموظفين فيها. والمفاجأة إن الجناح ده في حوالي 300 منتج وكلها من تصميم آل العياط، وهم عائلة مصرية وشركتهم اللي بيصمموا فيها في مصر ودبي، أما التصنيع في الصين، يعني بيعملوا مجموعة من المنتجات كل سنة ويسافروا الصين يصنعوه ويصدروه لمصر وعمان والإمارات والسعودية. والمنتجات فعلا جودتها عالية جدا وأفكارها رائعة، عشان كده بيصنعوا منها سنويا مئات الآلاف من المنتجات لتغطية الطلب على منتجاتهم. دلوقتي هنقابل إسلام جمال مدير شركة إيفنت جيفت في مصر. 300 منتج بنحتاجهم بشدة عشان كل وسائل الدعاية مظبوط لكل الشركات المصرية مزبوط. البنوك المؤسسات مظبوط، وبنستوردها بملايين الدولارات مظبوط. يبقى حضرتك شديد الخطورة صحيح. حضرتك بتصمم هذه المنتجات مظبوط يا فن، وبتصنعها في الصين مظبوط، وأسواقك الإمارات السعودية مصر وعمان كمان. الحكايه بدات امتى؟ الحكايه بدات من 20 سنه. 20 سنه مستر محمد العياط ومستر احمد العياط هو مصريين مصريين يا فندم، ومستثمرين مصريين هم الكو فاوندرز لايفنت جيفت، وسواء السعوديه او دبي. حكايتنا ابتدت من 20 سنه. احنا عندنا كرييتيف، عندنا شغف بالجيفت ايتم او الجيف اويز، ودايما الكونسبت بتاعنا احنا ما بديش جافت ايت، لا الديلي لايف بتاعك انت بتستخدم ايه، سواء وحدك في المكتب، سواء وحدك في الاوت دور، سواء وحدك في اي مكان، بنديك جافت افكتيف انت ازاي تستخدمها في يومك او ازاي تستخدمها على مكتبك وتكون عمليه مش مجرد بستخدمها دوس. لا يا فندم شور انا شايف حاجات منتجات هنا لا طبعا هنشرحها مع بعض كمان. لا 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 الحمد لله احنا عندنا 300 برودكت اوريدي. احنا بقى لنا 20 سنه في دبي، بقى لنا 10 سنين 300 منتج من تصميمك يا فندم، انت اللي مصمم ويا دوبك السين بتصنع بس. مظبوط يا فندم، احنا الكرييتيف ايديا، فده لينا فخر ان احنا نقول ان احنا موجودين في 4 دول في الميدل ايست، في الهاب الميدل ايست، وهو التصميم مصري والمستثمر مصري. فجينا من مصر بقالنا سنتين ليه؟ لان مستر احمد العياط ومستر محمد العياط نفسهم يفيدوا بلدهم. ازاي احنا بقالنا 20 سنه متميزين في الجولف اريا واحنا رانكينج نمبر 5 في الجارد الفا في حته الجفت ايتم؟ فبداوا من سنتين. شركات مين بتعامل معاك؟ اديني اسماء. بتعامل مع دي اتش ال، سابك، الفورمولا، يعني اكبر شركات الخليج انت اللي بتوفر لهم طبعا يا فندم الجفت بتاعتهم. طبعا طبعا احنا بنمدي او الهدايا بتاعتهم، الهدايا بتاعتهم احنا بنمدي كوربريت جفت ايتم مع بعض، وبتعمل سيزون واثنين وثلاثه، والحمد لله احنا تراستد لان احنا بنهتم بثلاث حاجات. اول حاجه الكواليتي، ثاني حاجه الكوميونيكيشن مع الكلاينت، ثاني حاجه الدليفري تايم. القطعه الاولى زي القطعه الالف، ودي مهمه جدا في السوق المصري، كنا محتاجين نقدمها نقول ان احنا حد مصري موجود بقوه في الميدل ايست ونازلين نخدم بلدنا. فطبعا اما نزلنا مصر لقينا السوق متعطش لحاجه زي كده. فالحمد لله بقى لنا سنتين ناجحين جدا في مصر، تعاملنا مع بيج نيمز مصر، سواء بنتكلم على هيئات البترول، بنتكلم على الريل استيت. بتتعاملوا مباشره مع الشركات يا فندم ولا بي تو بي اللي هو من عندنا الشركه؟ احنا عندنا 3 كاتيجوريز من الكلاينتس بتوعنا، سواء ديستريبيوتر بيتعامل مع المستورد، سواء بنستعلم لشركات الدعايه والاعلان لان هم محتاجين اول حاجه طبعا عشان يطبع عليها، عشان لا محتاجين اسم الشركه او المؤسسه اللي تاخد منها، حد عنده ستوك. انا الحمد لله ستوك هولدر، فعندي كميات فاقدر اوفر له الكميات دي في اي وقت واقدر اطبعها له عندي، بسلم له فاينل برودكت. وطبعا الشركات الكبيره سواء شركات البترول، شركات الريل استيت، شركات العقارات، كل ده بنتعامل معاهم بشكل كبير. والحمد لله بقى لنا سنتين حققنا المتطلب مننا، وان شاء الله كل سنه وسنه ان شاء الله نكون موجودين في مصر. ده الموسم بتاعك جاي اول السنه راس السنه مزبوط. كل الشركات بتطلع هدايا مظبوط، جاهز بقى بكميات موجوده في مصر طبعا يعني. يا فندم، وخصوصا احنا نازلين فعاليات برينت تو باك علشان نقدر الشركات تحب تتعامل مع الوان سورس، اليد الواحده، هو انا مستورد، فطبعا ده بيوفر معاهم في حاجتين، في الكواليتي وفي الكميات وفي الدليفري تايم. لان انا في اي دوله بنزلها بنزل بالماس برودكشن بتاعي، بنزل بمكنه الطباعه، بمكنه الحفر، لان انا لازم العميل ياخد الخدمه. لان خلي بالك احنا من ضمن شركات اتعامل معاها ميرسك. ميرسك هي شركه مالتي ناشونال اخترتنا من سنتين ومكملين معاها السنه الثالثه علشان الكواليتي. والحمد لله بفضل الله مفيش شركه بنتعامل معاها غير ما بتقول لا انتوا لازم متواجدين في مصر
وبقوه. وطبعا الدوله بتشجع ده الفتره الجايه، واحنا مستعدين ان احنا موجودين في مصر ونبقى مصنعين في مصر ونبدا ستيب باي ستيب. طب هتبقى محتاج ايه عشان تصنع هنا؟ محتاجين حاجات كتيره ممكن نقعد نتكلم فيها وازاي نقدر نوفر العماله، قطعه ارض، التكنولوجي وقطعه الارض والعماله بتاعت مصر. احنا هنشغل مصريين، احنا اوبن ان احنا نستثمر في مصر واوبن. وطبعا احنا خدنا الخطوه دي من سنتين لان مستر محمد العياط ومستر احمد العياط محتاجين جدا يرجعوا يبقوا موجودين في مصر لان هي بلدهم، وده الخطوه اللي احنا عملناها. لازم نرجع بلدنا نقاد فاليو ليها، وفعلا لقينا الدوله بتساعدنا في ده، سواء في المكان، سواء في 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 الريليشن شيب، سواء في كل ده. فرجنا بعض منتجاتك الحلوه قوي دي. اه طبعا طبعا يا فندم. افكارك كلها افكارك. اه طبعا افكارنا وتنفيذنا وتعب 6 شهور وسنه. زي وريني. اول حاجه يا فندم احنا متميزين بالتكنولوجي، ده برودكت يا فندم 3 ان 1 تشارجنج، شاحن متعدد الاغراض. بمعنى ايه؟ احنا الشركه الوحيده في الشرق الاوسط اللي نزلت الماك سيف فيتشر المغناطيك. كل موبايلات الابل وكل الموبايلات الحديثه بيبقى فيها مغناطيك، نزلنا الماك سيف فيتشر. مجرد ما تلزق الموبايل هنا الموبايل بيشحن، تقدر تشحن موبايلك وساعتك وسماعتك وحاجه فولدبل خالص يا فندم، حاجه بسيطه جدا. ايه تاني؟ عندنا حاجات اكتر من كده ودي وده زيه بالظبط صح؟ اه يا فندم ده زيه بالظبط، ودي حاجه مختلفه، ماتيريال مختلفه، 3 ان 1 تشارجنج، شاحن متعدد الاغراض، تشحن موبايلك. انتوا اللي مصممين الكلام ده مش الصين؟ اه يا فندم احنا اصحاب التصميم. عندنا هي دي الدي دي نوت، دي اعلى نوت بوك عندنا. النوت بوك دي اختصارا ليها احنا عاملين سينكلايزيشن سيستم وعاملين فول ديفلوبمنت لموبايل اب اندرويد واي او اس. كل اللي بتكتبه على النوت بوك بيطلع على الموبايل. بجد؟ اه طبعا. واحنا الشركه الوحيده في مصر الموجود عندها البرودكت ده. انا مش قلقان من التصنيع، انا فرحان بالتصميم. ميرسي جدا بالشكل ده وبالجوده دي وعامل الشغل ده. احنا موجودين بقى لنا 20 سنه في الشرق الاوسط مميزين بتصميمنا، ودايما بنقول ان احنا مصريين. اما يبقى في ايفنت، احنا الجيفت بارتنر لبيبر وورلد. بيبر وورلد هو اكبر معرض انترناشونال لحته الادفيرتايزنج والورق. احنا الجيفت بارتنر بتاعه هو اخترنا، ودايما بنقول ان احنا مصريين. احنا متواجدين، اول حاجه بنقول احنا مصريين، تاني حاجه احنا مصممين لحاجتنا، وده اللي ميزنا يا فندم عن السوق. ما ممكن كل واحد يجيب اي قلم، ايه اللي ميزنا؟ تصميمنا اللي احنا بنصممه. فالحمد لله لقينا اقبال كبير في مصر. حتى يا فندم زي ما حضرتك شايف القلم ده، حتى يعني زي ما حضرتك شايف القلم عامل ازاي، ده يجنن. ميرسي لذوقك. عارف يعني ايه يجنن؟ مهتمين كمان بالباكجينج يا فندم. ايه ده؟ يعني مهتم بالباكجينج ده، الديزاين بتاع البوتل ده علبه مجوهرات. فعليا فعليا. طب ليه ما تنزلش بقى ما نعمل ماركات زي باركر والحاجات دي؟ واحنا فعلا عاملين تصميم قريب جدا من باركر. ايه الحلاوه دي؟ وده منظر الازايز بتاعنا، يعني ده البوتل بتاعتنا، حاجه سيف 100%. طبعا عشان تدخل مصر انت تبقى سيف 100% وبتعدي على سلامه غذاء اعلى اعلى اعلى. هو غذائي طبعا، ستايلز غذائي. طبعا يا فندم ستايلز غذائي 304 اعلى سلامه غذاء. حاجه زي صديقي انت لو عملت مصنع في مصر هنا هتوفر لنا بجد ملايين الدولارات. يا ريت احنا متشجعين ان عندك التصميم كده. وعندك التصنيع ازاي، وعارف المكانات اللي هتجيبها وهتشتغل شغل احنا محتاجينه. ان شاء الله في شركه في مصر ما تطلعش هدايا في اخر السنه. صحيح، في شركه في مصر ما تطلعش هدايا اخر السنه. ونشجع كمان التصنيع المصري والعماله المصريه في نفس الوقت. طبعا احنا اوبن. زائد ان احنا عندنا باور بانك، الباور بانك ده مضيء زي ما حضرتك شايف، 10000 امبير. ولما نقول 10000 امبير فهو 10000 ام اتش، بيشحن وايرلس تشارجنج اندرويد واي او اس موبايلين. تقدر تشحن الموبايل لو استخدم ابل يوزر او اندرويد يوزر. الشركات المصرية الخاصة بالورق والتعبئة والتغليف بيمتلكوا مجلس تصديري قوي، هدفه مضاعفة صادراتهم اللي تجاوزت النهاردة المليار دولار. تعالوا بقى نقابل السيدة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، وهتكلمنا عن جائزة الابتكار الصناعي للعام 2023 وموقف صادرات القطاع في العام 2023. ما احنا لازم نطمن. ونتائج برنامج ازدهار اللي هدفه النهوض بالشركات ودعمها ومساندتها عشان تقدر تصدر منتجاتها لكل أسواق العالم. احنا في قلب الحدث. ايوه صح كده؟ صح. عندنا جايزة هامة جدا، جايزة الابتكار الصناعي يوم 15 سبتمبر، يعني خلال أيام هيتقفل باب التقديم. ايوه. عدد الشركات هنعمل معهم ايه؟ عايزين الشركات تقدم أفكار جديدة. هي جائزة مهمة جدا، هي معمولة تبع البرنامج التطوير في القطاع الخاص، وهي برعاية وزارة التجارة والصناعة والتعاون الدولي، وكمان داخل معانا مبادرة ابدأ، وداخل معانا اتحاد صناعات، والغرف كلها والمجالس اللي ليها علاقة بالقطاعات اللي داخلة في المشروع ده. أهم حاجة ان هي يكون المنتج المبتكر او السيرفيس او العملية الانتاجية دي ما يكونش عدى عليها اكتر من سنتين، ويكون حصل عائد للشركة
من وراه. ده معنى الابتكار. الشركات ممكن تقدم كبير ومتوسط وصغير، ومش شرط هو بس اللي استفاد منها، ممكن القطاع كله يستفيد منها. طبعا هتلاقينا كلنا كل القطاعات حاطينها على السوشيال ميديا بتاعتنا، وكمان الصفحه بتاعه جائزه الابتكار الصناعي دي موجوده في اللينكد ان وموجوده في الفيسبوك. هيخشوا ويسجلوا قبل 15 سبتمبر عشان يقدروا نلحق التصفيات ويقدروا يستفيدوا من الجائزه. خلينا نتكلم في حاجه مهمه جدا. انت النهارده صادرات المجلس بتاع حضرتك عدت المليار دولار في 2022 بالظبط السنه دي، وهي سنه بالغه الصعوبه. عملنا ايه السنه دي؟ احنا كان عندنا مشاكل شويه في جميع القطاعات في النص الاولاني من السنه بسبب عدم توافر الخامات والى اخره، ولكن الحمد لله يمكن في شهر 7 ابتدينا نفوق شويه، الارقام زادت الحمد لله، الخامات اتوفرت، الافراجات زادت بالظبط، فابتدينا ان احنا نعوض شويه. يعني انا اتوقع انه من 7 لغايه اخر السنه ان شاء الله هنعوض الست شهور اللي فاتوا، ويمكن هنزيد. فيا مسهل، عندنا برنامج هام جدا وهو برنامج ازدهار. عملنا ازدهار 1 وازدهار 2 في القاهرة واسكندرية، صح كده؟ فهمينا يعني ازدهار، فهمينا الشركات اللي شاركت استفادت ازاي، خرجناهم بره ولا لا، علمناهم يصدروا ولا لسه محتاجين ازدهار 3 و4 و5؟ لا، هم محتاجين ازدهار 3 و4 و5 في كل القطاعات حقيقي. الناس لازم تاخد 100 مرة عشان يطلعوا بره. هو اصل ازدهار مش برنامج عادي، ازدهار برنامج استشاري مش تدريبي. فاستشاري يعني ايه؟ احنا عندنا المشروع دوت بيجيب استشاريين متخصصين في 5 حاجات، وهي الاتي: التصدير، الانتاج، عندك الاستراتيجيات تمام، والماليات. يعني ازاي يعمل مؤسسه، ازاي يعمل هيكلف مؤسسه تسويق. طبعا تمام. فازدهار في واحد عملنا 11 شركه، في منهم شركات متوسطه، شركات صح؟ متوسطه وصغيره بالظبط. في شركات منهم ما كانتش بتصدر، او يمكن صدرت شحنه او اتنين، حاليا من اكبر مصدري الكرتون المضلع. طبعا المحافظات بتختلف عن القاهره، في اسكندريه كان الموضوع اصعب، في شركات ما كانتش صدرت خالص قبل كده، كانتش تعرف يعني ايه تصدير، مرناها علمناها يعني ايه تصدير، عملنا لها استراتيجيه تصدير، وجبنا لها الاسواق بتاعتها اللي هي المفروض تخترقها، ومنها كمان المجلس التصديري ساعدهم ان هم يتعاون مع الجي اي زد ان هم يطلعوا البعثه معاه اللي هي بعثه المغرب. طب اشتراكها ازاي؟ انا كراجل صاحب شركه ونفسي اصدر، نفسي افتح اسواق وعندي القدره والجوده، المجلس والغرف يعني اتقدم للمجلس. لا، واحنا احنا عدد اعضاء المجلس قد ايه النهارده؟ مجلس تصدير الطباعه والورق والتغليف، الغرفه داخلين في اكتر من 9000 عضو، والمجلس احنا بنتكلم في 200 او 300 لان المجلس لسه منشا. انا عايز بس افهم الناس حاجه، يعني ايه مجلس تصديري؟ مجلس تصديري يعني راس الحربة بتاعه لما بيتعرض لمشكله في اي سوق في العالم، حضرتك اللي بتتحركي في ظهره صح ولا لا؟ احنا ايه تاني؟ احنا المجلس التصديري دوت احنا ممثلين القطاعات او القطاع بتاعنا قدام الحكومه، وحلقه الوصل بينه وبين الحكومه. عارفه انا بعتبر المجلس بتاع حضرتك المجلس التصديري للورق والطباعه والتغليف من اخطر المجالس في مصر. انت عارفه ان انت ما فيش منتج بيتصدر للخارج الا 7-10% من قيمته طباعه وتغليف. حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي. بجد نتمنى الحفاظ على صادرات قطاع الطباعه والورق والتغليف ومضاعفتها في السنوات اللي جايه، لانه من اضخم القطاعات الصناعيه وبيقدم خدماته لجميع الصناعات في مصر، يعني صناعه مغذيه من الدرجه الاولى لكل الصناعات. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان يكشف حكاية مادة هانس سويل التي توفر 50% من مياه الري في الأراضي الصحراوية والنجيل الطبيعي بالقرى السكنية، إلى جانب توفير 30% من المركبات السمادية، حيث نجح في ابتكاره مهندس الميكانيكا المصري مفدي مرجان، وتمكن من تسجيله في أمريكا وأوروبا كبراءة اختراع مصرية، وأنشأ 3 مصانع لإنتاجه في مصر وأمريكا واليونان. فريق الجدعان يشهد أول تشغيل لمحطة تحلية مياه جرين باور في منطقة المغرى بالصحراء الغربية، والتي نجحت في خفض نسبة ملوحة مياه الآبار من 9000 جزء في المليون إلى 216 جزء في المليون، إلى جانب التخلص من جميع العناصر غير المرغوبة في الزراعة.